راجل من الأعلى للإعلام بشأن قضية مستشفى 57-357. أصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس قراراً علقت أنا صح؟ بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57-357، وطلب جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليا وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى. وجاء نص قرار كالتالي: اعتبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مستشفى 57-357 تمثل إنجازا مهما في مصر، فضلا عن أنه صرح طبي ضخم لولاة نبيلة، بصرف النظر عما تعرضت له من انتقاد صح بعضها أو لم يصح، ومن منطلق حرص المجلس على استمرار هذا الصرح العظيم. أنا بقرأ اللغة العربية يا أستاذ محمد، يا جماعة أنا مش بقول لغة عربية، أنا قلت حاجة يا جماعة؟ أهو أسكت أحط بلاستر على بقي؟ دكتور ياسر عبد العزيز، طب على راسي. لا لا أستاذنا دكتور ياسر، أهلا بحضرتك. مساء الخير، أهلا وسهلا. يعني أنا كنت بقرا حضرتك الـ البيان أو القرار العاجل بوقف الكلام عن 57 بلغة عربية، فقالوا لي في الاير بيس انت كده هتودينا في 60 داهية. انا بقرا البيان يا استاذ دكتور ياسر. لا هم عندهم حق، يمكن عندهم حق اللي هم قالوا لي ما تقراش. اه طيب، حضرتك النهارده قلت تصريح وتحليل في منتهى الروعه، وبرضه حضرتك مسؤول عنه. حضرتك قلت حظر النشر في قضيه 57 غير قانوني ويضر بالاعلام، وقلت كلام لا يجوز للمجلس الاعلى فرض قرارات بحظر النشر في قضايا بعينها، وان سلطه حظر